الاستاذ اسماعيل عبد الله، اهلا بيك. يا اهلا وسهلا استاذ. اهلا وسهلا. والاستاذ غنام غنام المخرج الاردني، اهلا بحضرتك. يسعد مساك. وايضا المخرج والمبدع المغربي حسن نفالي، اهلا بيك استاذ. اهلا وسهلا، مرحبا. استاذ اسماعيل، انتوا في المسرح القومي واحنا قاعدين شفتك بتتامل سقف المسرح، احساسك ايه؟ يعني المسرح القومي يبقى هذه العلامة البارزة، نعم. ليس كمبنى كمعمار، ولكن بما قدمه للمسرح العربي من روائع ستظل خالدة في ذاكرتنا المسرحية، وهذا المعمار الجميل الذي أعيد له الاعتبار من جديد الحقيقة، نعم. يعني بعد تجديد هذا المسرح، فبالتأكيد يعني يدعونا إلى التأمل، إلى يعني النظر في هذه العمارة الجميلة. يعني نحن نتحدث عن عمارة من 1920 تقريبا، نعم. يعني نعم. عندما يعاد الاعتبار إلى هذا المسرح بتجديده وإعادته إلى معماره الأصيل، فهذا شيء جميل ويسعدنا. يعني الهيئة العربية للمسرح ماذا قدمت للمسرح العربي ودلالة أن يقام المهرجان 11 في يناير في القاهرة إن شاء الله؟ يعني هذه الهيئة التي أرادها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات العربية المتحدة حاكم الشارقة، صاحب هذا المشروع الثقافي الممتد منذ عام 72 إلى يومنا، نعم. هذا، نعم. هذا المشروع القومي، يعني أرادها أن تكون بيت للمسرحين العرب. عندما كلف بإلقاء كلمة اليوم العالمي للمسرح في باريس في مقر اليونسكو عام 2007، نعم. قال آن الأوان أن يكون للعرب المسرحين العرب بيت مسرحي نلتقي تحت سقفه، نتحاور، نضع رؤانا واستراتيجياتنا للمستقبل، حتى يظل هذا المسرح قادرا على الاستمرار والتنفس أمام كل ما يعصف به الآن من مخاطر عديدة. هل الهيئة ممثل فيها يعني كل الدول العربية أو كل المسرح العربي؟ كل مسرح عربي أينما كان في الوطن العربي أو خارج الوطن العربي هو ممثل في هذا المسرح العربي، هو بيت له. هذه الهيئة منذ انطلاقتها يعني قدمت العديد من المشاريع، أهمها الاستراتيجية العربية لتنمية المسرح العربي. هذه الاستراتيجية شارك فيها أكثر من 300 مسرح عربي على مدى عام كامل، وضعوها للعمل من ضمن مشاريع عديدة لاستمرارية هذا المسرح والنهوض به وتأثيره أيضا في مجتمعاته العربية. من ضمن هذه المشاريع الكبرى هذا المهرجان، مهرجان المسرح العربي الذي انطلق من القاهرة في دورته الأولى عام 2009، ويعود الآن ليدشن العشرية الجديدة أيضا للهيئة العربية للمسرح، لأنه نؤمن من القاهرة نحن نستمد هذه القوة. هرجع لحضرتك تاني في التفاصيل المهرجان القادم، بس عايز أتكلم مع الفنان والمبدع المغربي حسن النفالي. دي أول زيارة لك في القاهرة؟